السبب اللي جيت لي اخويا اليوم، انا عمرني دويش، ولكن راه وصلات للعظم، وصلات للعظم، راه باركه كافه كافه من هذا الشيء اللي كنمروا منه، راه عينه 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 ما نسكتوا. ما عرفتش باش غنوصلوها لهم ان راه حنا تضررنا، راه خلاو هما اللي راه كل نهار كنموتوا عرق بعرق، راه كافه، راه تعدوا علينا، لا في التطبيب، لا في المعيشه، لا في السكن، لا اي حاجه، فين ما حنا الطريق اللي حلين اللي غادي نشقوها كيسدوا علينا. ما فهمتش انا الطريق اللي بغينا نشقوها كنلقاوها مسدوده. واش هاد الوزاره معانا ولا ضدنا؟ واش عندهم روح المواطنه بحالنا ولا ما عندهمش؟ انا كيجيوني ما كيشوفوش فينا حنا كمغاربه، ما كيحسوناش، ما كيعيشوش واقيلا داكشي اللي كنعيشوه، حيت لو كان هما فيهم روح المواطنه هادشي اللي فيه حنايا غادي يحسوا به وغيقولوا لا، ولكن سي دوماج انهم ما كنبانوش ليهم حنايا، هما لا لاعبين هادشي حرب بيناتهم، كيبقى داكشي بيناتهم، ولكن شكون اللي كيخلص؟ راه الشعب اللي كيخلص. هما هادشي باش يسدوا بيناتهم، يعصر على هذا حقا هذا غيبدا يصرح بداكشي ديالو، ولكن راه كيبقى اللي كياكل العصا هي الطبقه الهامشه، هي اللي كتاكل العصا، اما اللي عنده راه ما كيوصلو والو. على دابا حاليا دابا شكون اللي واقف هنايا؟ شكون اللي واقف؟ واقف الناس اللي متضررين، اللي لاباس عليهم وفي حاله هو ما واصلهم والو، راه كتلقاهم في دارو ما واقفش لهادشي، ماشي الشمس ضاربه ليه فوق راسه. يعني كنتمنى والله يرحم ليكم الوالدين، راه ربي فوق من كنا، والوزاره راه ربي فوق منا كاملين، راه واحد النهار الموت غدي كل واحد، راه كي غديروا مع هادشي اللي داينو؟ بركه عليكم بالميزانيه، راه عينه راه عينه ما شبعتوش، كاع درتوا الديور، درتوا البروجيات، بركه، راه بنادم كتعصروا فيه كتعصروا فيه كتعصروا فيه، وفين ما كتنعسوا كتفيقوا، كديروا شي قرار، راه الناس الشياب كتاخذوا منهم الدعاوي، والصغار كتزيدوا تحقدوهم، وكتزيدوهم الاجرام، كاع اللي باغي يدير شي حاجه زوينه على هادشي كينعس كيفيق كيلقى قرار، راه كيفكر في الاجرام، راه لا اله الا الله، راه هادشي اللي كنمروا منه، راه بسببكم، وعارنا عليكم، ولا اله الا الله محمد رسول الله، راه كافه 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 من هاد الشيء، راه عينا وطبنا خلاو مالها من كل جهه، راه عينا، راه عيولينا، راه عيولينا، راه عيولينا، الله يرحم ليكم الوالدين. حنا جينا اول حاجه باش نخلدوا الذكرى ديال 20 فبراير، هذه من جهه، لهاد الذكرى فريمون الناس تكالبت عليها، والله الا تكالبوا على هاد الناس، والناس اللي خرجوا راه ماشي هما ما حقوا داك بحال ما حقوا حتى شي حاجه، الله يسمح لينا منهم، وهما الناس راه تكرفصوا على قبلنا حنايا، هذه من جهه. حنا خارجين هنا ديريكتومون لجلاله الملك، حنا ما كيهمنا لا اخنوش لا وزير الثاني لا وزير الرابع لا البرلمان، حنا ما عندنا سوقنا فيه، حنا هذاك البرلمان كيحكم فيه سيدنا كيحكم فيه الملك، حنا كنتوجهوا كلمتنا ديريكتومون للملك يشوف لينا حل هادشي، لان ما نهضروش على غلاء الاصغار، على الاصغار يلاه بنت راه هاد الفساد اللي ضيع في بارتو في كاع لي دومين، في المحكمه، في السبيطارات، في الادارات، كل شيء فيه الفساد، ما عرفتش علاش. المهم حنا الكلمه ديالنا ديريكتومون للملك الله ينصرو، حنا كنتوجهوا ديريكتومون للملك، ما كتهمنا لا حكومه لا حتى شي واحد في هاد البلاد، لان اصلا اللي كيحكم هو الملك، والحكومه اللي كيديرها هو الملك، حنا اخنوش ما درناهش، ما انتخبناش عليه، داروا سيدنا، داروا الملك، ما درتوش انا ولا داروا الشعب، اخنوش كيمثل الملك، ما كيمثلناش حنا. نعم سيدي، دارنا كل شيء اخويا، حنا دارنا كل شيء. شحال قدك تهضر؟ من بعد اول علاش بغيتي نهضروا على الصحه؟ الصحه شحال دازو؟ شحال من واحد داز كيهضر على الصحه؟ اشنو صورنا؟ ما صورنا والو. نهضروا على التعليم؟ ما التعليم رديع لواحد الدرجه، موريتانيا راه احسن منا في التعليم. نهضروا على الاداره، الاداره سير مع العشره، الاداره المخيره ما تلقاش الموظفين مع العشره، وكيجي مع العشره ويخرج مع ال11. ها هو شوفوا اي اداره دخلوا ليها وغتشوفوا هادشي راه باين، كلشي كيعرفوا. اما غلاء الاسعار، هذاك غلاء الاسعار راه خضره فوق طعام، خضره فوق طعام، نهضروا على الاساسيات.
الا عندنا شي حاجه اساسيه نهضروا عليها، راه هادشي هو اللي غيطلع البلاد. اما الدقيق الا طلع راه غادي ينزل غدا، الزيت الا طلع راه غادي ينزل غدا. خمس سنين بحال هكا يديروا لنا الله المستعان. سؤال زوين هذا اشواق، ودي هز الميكرو ديال اشواق. اللي واقع هو كثير، اللي واقع ما يمكنش نختزلوا في كلمه ولا جوج. اللي واقع هو وضعيه مزريه، المغرب كله كيتخبط فيها. المغاربه عياو بهذا الارتفاع الاسعار، المغاربه عياو ما يسكتوا. الحكومه خاصها تنسابوا وتلتقط الاشاره من خلال الوقفه الاحتجاجيه اللي عمت المغرب حاليا، وسيرتو اليوم. اكيد اليوم هي ذكرى ديال 20 فبراير، ولكن ذكرى ديال مساد الشعب كيعاني، ولا زالت معاناته مستمره مده 11 سنه وربما ما اكثر. الا ما خداوش الاشاره وفهموا بان الشعب راه ما كيجيش يعبر غير هكاك، وما كيجيش يوقف وقفه احتجاجيه غير هكاك. هذه في هذه اللحظات بالضبط، في هذه اللحظات بالضبط غادي نقولوا ان المغرب ربما غادي يخضع لدي سينار ديال 81. وما بغيناش نعاود احداث الكوميرا من الدو الشديد. كنأملوا ان بلادنا بخيراتها بثرواتها بكل شيء تختص بشكل عادل، وفهمتي علاش عموم الشعب وكل شيء يستافد منها، ماشي واحد مستافد وواحد ما مستافدش. ما يمكنش هذا الشيء، لان حاليا الظروف وسط الخيط ما يمكنش. اكيد ان حنا كنقولوا ارتفاع اسعار دوليه نتيجه اللوجيستيك الدولي، ولكن كيف ما كان الحال الدولي يمكن لها تدخل وتحدد وتدخل وتابورتي سون سوتيان لهاد لابوبلاسيون، سينو ما يمكنلاش هكا. هي دابا 10 مليار تعطات للفلاح، انا كنتساءل واش هاد 10 مليار غتمشي للفلاح البسيط؟ اكيد لا، لان غيقسموها بيناتهم. الفلاح البسيط ربما ما عرفتش حتى منين غادي يمشي يدق الباب ليا خذها. خاص يكون وضوح في الامور، البلاد خاصها تنتج سياسات صريحه فهمتي واقعيه. والمغرب راه ما عندوش مشكل، يمكن الدوله لم تنتج سياسه ديال التقشف، لكن اللي تمشي معاهم في سياسه التقشف، ولكن التقشف يكون عمومي وعلى الجميع، ماشي على فئه ودون فئه اخرى. وغير الثمن ديال البترول حاليا، واش المازوت في البلاد دابا حنا في المغرب وحده وعالم واحد وبلاد وحده ورايا وحده، المازوت كيدير 11 درهم في الدار البيضاء و 8 درهم في العيون، هل يعقل؟ ما يمكنش نهائيا هذا الشيء يكون. وقف تعيش يا مسكين، وقف تعيش يا مسكين، وقف تعيش يا مسكين، والمعيشة دار السبحين، والمعيشة دار السبحين، وقف تعيش يا مسكين، وقف تعيش يا مسكين، والمعيشة دار السبحين، والمعيشة دار السبحين، وقف تعيش يا مسكين، وقف تعيش يا مسكين، وقف تعيش يا مسكين، وقف تعيش يا مسكين، والمعيشة دار السبحين، والمعيشة دار السبحين، واقوك على الضيحة، واقوك على الضيحة، والفساد حتى الريحة، والفساد حتى الريحة، واقوك على شوها، واقوك على الضيحة، واقوك على الضيحة، واقوك على الضيحة، واقوك على الضيحة، والفساد حتى الريحة، والفساد حتى الريحة، وشوف شوف على دولة، وشوف شوف على دولة، حوالي فيها حولة، حوالي فيها حولة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.